متواصلين معكم بهدى وهنا من بانوراما مستمعين. اليوم وقفتنا الأخيرة حتكون مع كيف يتم توظيف التفكير الإبداعي بحياة وأعمال الناس اللي عادة بيغلب عليها التفكير أو الإنجاز النمطي. خليني رحب بضيفتنا ليال إدريس، محاضرة وباحثة في القصص. ليال أهلا وسهلا فيكي معنا. أهلاً، كيف حالك هدى؟ أهلاً بيكي، شكراً على الاستضافة. شكراً لوجودك معنا اليوم ليال، ويمكن ليال أنت من الأشخاص عندك خبرتك بهالموضوع وبحوثاتك فيه. خليني أسألك أول شيء عن العملية الإبداعية، شو الفرق دايماً بيكون بين الشيء النمطي وهيدا التاتش اللي الواحد بضيفه بيخلي الشغلة تتحول من نمطية لا شغلي فيها نوع من الإبداع؟ صحيح، هذا الموضوع كتير مهم، لأنه في ناس يفكروا أنه إذا عملهم نمطي أو عملي جدا لا يتطلب إبداع، لكن هو على العكس. كل ما إحنا أضفنا العنصر الإبداعي أو التفكير الغير نمطي، التفكير خارج الصندوق، رح يضفي على جودة حياتنا أكثر. لأنه كل ما كان العمل نمطي وممل أو ما في تغيرات أو عدم قابلية للتحسين، مثلا استخدام الأدوات في المكتب، تطوير المهارات على برامج معينة، يقوم الواحد يصير عنده احتراق، يصير عنده يعني كيف كأنه خلاص ما له نفس يسوي شغله، لأنه بدأ يغلب عليه الطابع النمطي، فيصير خلاص ممل، ما يقدر يقدم شيء جديد فيه. نعم مع الوقت بيصير ممل وخلص الروتين. بتصور كمان له الموضوع علاقة بدايما نكسر الروتين، لأنه الروتين والنمطية بحياتنا بأعمالنا بالوظيفة اللي منقديها مع الوقت مثل ما قلتي بتحسسنا بالملل بالتعب، نوصل يمكن لإحتراق الوظيفة وإلى آخره. كيف الواحد بيقدر يوظف التفكير الإبداعي بحياته بأعماله؟ بأشياء بسيطة. أول شيء أنه يعمل دراسة لعمله، يشوف هو كيف يومه بيمضي يومه، هل في أشياء ممكن تتسوى بطريقة أنه مثلا يوظف فيها برامج معينة أو آليات معينة تقصر العملية وتزيد من جودته، من خلال ورش عمل، من خلال فيديوهات يتفرج عليها، أنه يبدأ يشوف كيف هو بيقضي يومه. وبعدها بعد ما بيشوفوا increasing efficiency، يصير بيأدي المهمات بوقت أقل وجودة أعلى، يقوم يتيح المجال له أنه يؤدي وظائف أخرى، فهذا يفتح المجال للترقيات، يفتح المجال لتنمية المواهب. فهذا كله مهم جدا لجودة الحياة، لأنه إحنا في زمن يتطلب مننا حل المشكلات في أغلب وظائفنا، يعني أغلب الوظائف هي حل لمشكلات، مو يعني مشكلات بجانب سلبي، لكن يعني building proposals ولا مثلا مراجعة ملفات وما إلى ذلك، توظيف أدوات جديدة أو تقنيات متطورة تساعدنا على أنه نستخدم وقتنا بطريقة أفضل، فبالتالي هذا جانب إبداعي بحد ذاته. نعم، اليوم أنا دايما هيك بحب ضيف سؤال على بعض المواضيع اللي فينا نستفيد منها لكل الأهل اللي عم يسمعونا اللي عندهم أولاد. اليوم بيجونا أولادنا بتلاقيهم هيك بأفكار، بيبقوا صغار بالعمر، حاملين فكرة، حاملين قصة، حاملين مشروع رسم، حاملين كيف فينا نساعدهم بهذا الموضوع، لأنه بينصدموا بأم مالي تعبانة ومرهقة، بأب يمكن جاي هلكان ما إله جلد يحكي، وبيشعروا الأهل بهيدا الشعور بالذنب إنه قدي الولد أنا لو شوي أعطيته أهمية ممكن يبدع، ممكن شوي أدخل نوع من الإبداع أساعده على حياته، لأنه الولد بطبعه دايما بده شيء جديد، دايما بده أفكار إبداعية. اليوم الأهل اللي عم يسمعونا، شو هيك نصائح حلوة ممكن تفيدهم بهذا الخصوص؟ صحيح، وشوفي كيف تربطت المعلومات ببعض. إذا الواحد عمله ممل يجي له احتراق وظيفي، إذا جاء له احتراق وظيفي يصبح شخص في البيت هو نفسه مو قادر يتحمل نفسه، فما بالك من حوله. فبالتالي إذا حلينا مشكلة العمل وصار العمل فيه متعة أكثر بداخل العمل، الواحد يرجع البيت فيه طاقة أكثر. لكن بغض النظر، أهم عنصر عشان نحن نقدر نبني أجيال محبة للإبداع ولا عندها شغف لعملها، هو أن نستمع للأطفال،
نستمع لهم ولا نفكر إنه كل شيء يتطلب التربية. بعضياً يتطلب أن نسمع نصغي لأولادنا، أن نوفر لهم الموارد والمصادر اللي تساعدهم في توظيف إبداعهم أو أفكارهم العملية، مو بس نفكر في التربية التعليم والتهذيب، نفكر في تطوير الإبداع، نفكر في سماع القصص حتى وإن كانت خيالية، لأنه في أهل يقول لك والله شكله كأنه بيكذب، بس هو ما بيكون بيكذب، هو عنده عوالم خيالية في رأسه. نعلمهم لأطفالنا أنه حتى مثلا إذا أنا ماني قادرة أسمع كل القصة، لأني أنا أم أعرف بعض الأحيان أن الطفل يذهب في القصص، نجيب له كتيب جورنال نوت بوك يكتب فيه قصصه. مثلا الدخول التكنولوجيا، طب سوي فلوج فيديولوج في أفكارك والأشياء دي لك أنت، مو للنشر أونلاين. للطفل نفسه، لأنه إحنا كنا نسوي كده يعني زمان بالكاسات نسجل، والآن أنا وأخواني نلاقي هذه الكاسات. فيعني ما هو مثلا في شيء بخصوص الحرية الشخصية أو بخصوص الأطفال وحمايتهم ممكن يكون غير مسجل أو غير موضوع على الإنترنت. فهي للطفل أن يقيد أفكار ويسجلها. هي نصيحتي أنه نستمع، إن لم نستطع الاستماع أننا نوفر لهم المكان أنهم هم يسجلوا ويقيدوا أفكارهم حتى يعودوا لها في التنفيذ. نعم. طب بصفة عامة خلينا نختتم ببعض النصائح لحياة أكثر إبداعا بغض النظر عن العمل أو الوظيفة. أحس أنه كلنا نتطلب تغيير من آن لآخر، فحتى تغيير مسار الطريق للعمل حتى وإن كان أطول، التغيير مثلا شيء معين الواحد يشوفه كل يوم يحس أنه مثلا بدأ يضجر منه، مثلا طريقة رص الأشياء على المكتب، وضع مثلا شمعة، وردة، صورة عائلية أو لمغامرة معينة، هذه كلها ممكن تسهم وتساعد. أكيد دائما الناس تقول لك بس أنا مو مبدع، هذه إذا نقدر نحذفها من قاموسنا يعني بشكل عام، لأنه إذا الشخص غير مبدع معناته يقع دائما في مشاكل لا يستطيع الخروج منها. الإبداع هو مثلا أني أنا أكون في الطريق في الإشارة ومثلا يقفلوا الطريق، لازم أدور طريق ثاني، في طرق، هذا تفكير إبداعي، والله أنا حاخد شورت كات، أنا حاشوف الجي بي أس، يعني في هذه الطريقة الإبداعية، ما حنفضل واقفين قدام الخط المغلق ونقول خلاص أنا ما أقدر أفكر. فمهم جدا توظيف التفكير الإبداعي في أشياء حتى تبدو إنها ما يحتاج لها تفكير إبداعي. والواحد لازم يكون كمان يعني مع نفسه يقول أوه ممتاز أنا تخطيت هذا الشيء بحلول إبداعية. فهو إنه الواحد يثني على نفسه كمان بطريقة لطيفة، اليوم استخدمت أساليب إبداعية في إنهاء بعض المهام، بكرة حأسوي كذا كذا كذا، فبرضو الجانب الإيجابي جدا مهم. نعم، شكرا جزيلا لإلك ليال إدريس، محاضرة وباحثة في القصص، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. الله يخليكي، تسلمي، شكرا لك. شكرا.